تكون له انعكاس على استغلال او على تدبير السواحل. المشكل كما قلت ان قضيه صناعه النمط الاستهلاكي امر ما كاينش داخل الناس يخدموا عليه، الناس بداو يخدموا عليه منذ سنوات. يعني صناعه عقليه القطيع في الاستهلاك. شو تفكر في هذا؟ لان فلان كيسلم بواحد الطريقه معينه غادي نحاولوا ندير بحالو. شو تتصور في الفيسبوك بان غنحاولوا ندير بحالو. هذه الصناعه هدفها الاساسي قبل كل شيء وهو رفع ارباح الشركات الكبرى والعابره للقارات. مع الاسف هذا النمط لا ياخذ بعين الاعتبار الحاجيات المحليه الحقيقيه للساكنين بقدر ما يحاول ان يدفع يعني الساكنه المحليه الى تبني يعني نموذج او نمط استهلاكي يضخم خيرات الشركات الكبرى. واليكم مثلا الصوره. يعني مع الاسف نحاول ان نربي الطفل الصغير منذ نعومه اظافره على نمط استهلاكي معين، وهذا هو الواقع. لان هناك عولمه في الاستهلاك وعولمه في الانتاج. يبقى السؤال ما هو الاثر؟ ما هو الاثر؟ فلنضرب مثال فيما يخص استهلاك الملابس. استهلاك الملابس على الصعيد العالمي، ونحن نعرف هذه الموضه، موضه يعني ارتداء الملابس حسب تصريحات الموضه. ما هو اثرها؟ ما هو اثرها وخاصه على الجانب البيئي؟ فإليكم بعض النماذج. يعني من بين الاثار السلبيه لصناعه النسيج هناك احداث مثلا تغيرات مناخيه عميقه جدا. هناك كذلك يعني تبريد البيئه وتبريد خاصه يعني هناك تبريد للمياه الجوفيه ولمياه البليان ولمياه السوائل. هناك يعني تبريد للهواء وغيرها من الاثار السلبيه الناجمه عن دفع الناس عن دفع البشر في الى نموذج استهلاكي يعني نقول انه يعني واحد نموذج استهلاكي اريد به في الاصل ان يحسن وضعية الناس ووضعية الناس الاستهلاكية، لكن في الواقع له من الاثار السلبية ما يمكننا وما يعني يجب علينا كمستهلكين وكأساتذة وكمسؤولين أن نعيد يعني حساباتنا في تبني هذا النموذج. هذا النموذج مبني على ما يسمى بالنموذج الاقتصادي الخطي، النموذج الاقتصادي الخطي لإيكونومي. هذا النموذج الاقتصادي الخطي مبني على استغلال الخيرات وليس استعمالها. على استغلال على اكسبلوتاسيون اي با ليتيزاسيون. يعني عندنا خيرات. الهدف يعني هدف هذا النموذج الخطي وهو كيف يمكنني ان انتج اكبر ما يمكن من السلع. أن تلبي هذه السلع حاجية الناس فهذا لا يعنيني. ما يهمني كمنتج هو أن أرفع نسبة الإنتاج، لأن عن طريق رفع
تصيب الدول المتمنية دول متطورة أو دول يعني سيارة في طريق النمو الناتج الداخلي الخام ينبني على الإنتاج والإنتاج أو هذا النموذج ينبني على الاتصال الخطي وعليه فإن هذا النموذج حقيقة أصبح يعني غير ملائم إطلاقا لواقع الناس على هذه الكرة الأرضية. فما هو البديل؟ البديل هو أن نحيط دورة إيجابية في الاقتصاد بحيث أن وفاياتنا تصبح موارد وخيرات يمكن أن نعيد استعمالها مرة أخرى. فمع الأسف الشديد هو أن هذا النموذج لا زال في بدايته خاصة على الصعيد الوطني. هناك بعض الدول المتقدمة الآن دول الغربية ودول شمال أوروبا وبعض الدول المتطورة وعد السكان الساكنة المواطنين يعني عندهم واحد الوعي بضرورة تغيير نمطهم الاستهلاكي. لأن إن نغير يعني نمطنا الاستهلاكي فمصيرنا في السنوات القادمة مع الأسف الشديد يعني مع الأسف يعني مصير بصراحة ما فيش واحد يضرب الواقع الآن تصرفاتنا كمستهلكين نتبنى استهلاكا عشوائيا فيكون فقط هذا النموذج ما بين 1950 وتوقعات 2050 نبني مع الأسف يعني بعض المدن ونبني بعض البنايات ونحاول أن نتبدل ولا نتحضر نتبدل في أسلوب عيشنا لكن مع الأسف فهذا الأسلوب هو أسلوب غير متحضر. قد نبني يعني بنايات شاهقة وقد نبني طرق متطورة وقد نتبنى يعني بعض أمور المدنية لكن في عمقها فهي لا تعبر بقى عن التحضر. فقلت هذا النموذج الآن لو استمرنا فيه فالنتيجة محسومة مع الأسف وهي أن الخيرات والموارد سوف تزداد ندرة ومعها يزداد الصراع ويزداد التنافس. والواقع أن هذا النموذج هو حقيقة يعني يمكن أن نعبر عنه أو لا يمكن أن نستشف بعض يعني عوالمه من هذه الخريطة. فكما تلاحظون أن المركز العالمي أو المركز الدولي لإنتاج السلع تحول من أوروبا وأمريكا إلى آسيا وأصبحت آسيا هي مكان إنتاج أغلب السلع بينما الأسواق التي لها يعني فيها واحد من الربحية لا زالت في أوروبا وأمريكا. يعني يمكن أن نقول أن تنقلات السلع أو لا كون أن السلع نحاول نقلها من آسيا إلى دول أوروبا وإلى دول أمريكا الشمالية يحدث آثارا سلبية على البحار ويحدث آثارا سلبية على السواحل. يعني إليكم فقط هذا النموذج في البحر الأبيض المتوسط سواحل البحر الأبيض المتوسط جراء يعني هذا النموذج الاستهلاكي الآن أصبح
سواحل أو سواحل الإفريقية. فالملاحظ أن الأماكن التي تعاني أو السواحل التي تعاني هي التي يكثر فيها البشر، وهي التي يكثر فيها الأنشطة الاقتصادية. فهناك علاقة يعني وطيدة بين يعني الأنشطة الاقتصادية واستقلال البشر للسواحل، وما يخلف من عطايا سلبية واضحة على هذه السواحل. ما هي النتيجة؟ النتيجة ما تلاحظون تلوث على جميع الأصعدة. النتيجة هو يعني نوع من الفساد الواضح في البر وفي البحر، فساد بسبب ما جلبته أيدي البشر. سعيهم وراء الاستهلاك المبالغ فيه، سعيهم وراء استهلاك غير أخلاقي، سعيهم وراء استهلاك غير أخلاقي، غير عقلاني صحيح، ولكن السبب غير أخلاقي. لأن لا يمكن، لأن كيف يمكن أن نفسر رغبة بعض الشركات في الربح يعني تحت أو لا يعني تحت ذريعة إحداث بعض الرغبات الجديدة، ودفع الناس إلى استهلاكات ثانوية حتى ولو كلف ذلك تمويت الساحل وتمويت البحر. فهذه الوضعية المغرب معني بها مباشرة، كما تفضل الزملاء الكرام في الجلسة الافتتاحية وأكدوا على خصوصية المملكة من ناحية السواحل بكون المغرب يضم حوالي 300 كيلومتر من السواحل. هذا فيه شيء إيجابي للمملكة باعتبار أن هذه السواحل هي مصدر اقتصادي مهم جدا، لو أحسن استعماله لا كانت آثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع آثار مهمة جدا. لكن مع الأسف الشديد نلاحظ بعض الاستعمالات وبعض يعني الأنشطة الاقتصادية التي لها آثار سلبية وخيمة على هذا السعر أو على هذه السواحل. كما قلت يعني هناك محاولات لإدماج السواحل في النظام الاقتصادي. هناك حوالي 6 مجموعات كبرى اقتصادية، كما هي ممثلة في هذه الخريطة، ومدينة العرائش كذلك لها يعني حقها. فإقليم العرائش 3 جماعات معنية مباشرة بتسيير أو بتدبير سواحل، جماعة العرائش، جماعة الساحل، وجماعة العلا. 3 جماعات لها حق كبير جدا، أن لها يعني يمكن لها حقها من البحر. هذا الحق يجب أن يحسن استغلاله. السؤال هل من الإمكانيات المادية والبشرية، وهل الكفاءات تمكننا من استغلال أو من استعمال والتعامل الإيجابي مع خيرات هذا البحر أو هذه السواحل؟ مع الأسف ما يتعرض إليه المواطن سواء في عرائش أو في الساحل أو في عولة أو في غيرها جراء هذه العولة، عندما نطل على ساحل العولة ونلاحظ يعني هذو الإنسان ديال الفريز والفرنواز والبرتيل وجميع أنواع الفواكه الحمراء، هذا النموذج من نماذج العولمة. لأن
الفلاح في مدينة في جامعة العلماء لمن ينتج؟ هل ينتج للمواطن العرائشي؟ هل ينتج إلى أي مواطن من الموجود في صف بيرنا؟ لا، هو ينتج إلى مواطن عالمي، ينتج إلى مواطن في فرنسا وفي إنجلترا وفي هولندا وفي روسيا وغيرها، في إطار العولمة، في إطار تبادل المواطن. قد يقول شخص هذا أمر طبيعي جدا في إطار أن المغرب دولة منفتحة ودولة لها علاقات تجارية مع العالم، صحيح، لكن لماذا مدة البلاستيك في السابق؟ وكيتقنى وكيمشي بعد ما تروح للسلاش وكيفاش هادو البيستيسيد هذا يعني هادو الأدوية وكيداويو دوك الفريز والفرون بايز وغيرو وغيرو وكيمشي ولا الفرشة المالية وكيمشي يبدا مع 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 النساء. شنو تنتج المواطن المغربي من العلماء؟ انه يعني واحد ياكل فريز وواحد يمر، واحد ياكل فريز وواحد المصنع ديالو عامر بلاستيك وعامر كذا. فالسؤال يعني كيف يمكن لاقتصادنا أن يستفيد من سواحله من دون أن يتعرض لهذه الضغوط العولمة؟ عن طريق إعادة النظر حتى في النموذج التنموي، لأن حقيقة ملي كنشوفوا النموذج التنموي الآن كيسمع في العالم كيسمع في المغرب كامل كيسمع عليه النموذج التنموي الجديد إلى آخره إلى آخره، ونحن نعلم أن النموذج التنموي المغربي الآن ينبني على أربعة أو خمس أشياء: سياحة، فلاحة، استثمارات أجنبية خاصة، والأمر الرابع شبه الزكاة. يعني ثلاث أو أربع مبادئ مهمة ماشي بالدين بيد آخر. الفلاحة بيد لنشرة، سياحة لا ما قدر الله وقع ما وقع في شيء شحمق قدر شيء صرف أعلى مشان سياحة. الاستثمار الأجنبي ممكن الاستثمار على المصري أو الإسباني أو البرتغالي أو الهولندي ويستثمر في العمارات، عن هذا من المشاكل في العمارات المنتج غير فلوسه وغير مشيئة مثلا أخرى، وما عندوش علاقة مع علاقة وجدانية مع العمارة العمارة، هو عنده علاقة مع شنو تدخل العمارة، يعني نهار اللي تبقى العمارة فيها الإنتاج ينقص أو لا، نهار من العلماء غير اللي مدينها مروبات غير وز فلوسه وما يمشي الحاج. الأمر الرابع وهو يعني تحويلات المغاربة اللي كنا عربة، هالشيء ما ينقص المغاربة من كل هم عاشوا في المسلمين يجي التاريخ مش عم على المغرب ولو بالتالي هذا النموذج يجب أن يعاد فيه النظر وعليه. فتصرفات كهاته بناء عمران، استغلال السواحل، استغلال الرمال بطريقه عشوائيه، كلها ليست في صالح النموذج التنموي المغربي اطلاقا، خاصه ونحن نعرف ان يعني السواحل المغربيه قد تكون رافعه ودافعه لنموذج تنموي يعني ايجابي. كيف ذلك؟ وذلك عن طريق السياحة، عن طريق تشجيع السياحة الساحلية مواطنة، عن طريق تشجيع الصيد، ولكن ليس صيد عشوائي، صيد شركات القرى التي تستنزف الخيلات، عن طريق الرحلات البحرية السياحية، عن طريق استغلال النفط ولكن بأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات البيولوجية والخصوصيات البيئية لهذه المناطق. تربيه الحياه، ارشاد الخوت والتربيه وغيرها، فكلها انشطه قد تكون لها اثار ايجابيه على استغلال السواحل. وخاصه وهنا اصبح قوس ان يعني
فرص المغرب الاقتصادية فرص كبيرة جدا حقيقة. المغرب بتنوعه الجغرافي والخيرات التي يحتوي عليها فرص اقتصادية فرص كبيرة جدا. فالرجل المتنبي يرسل الاتصال الازرق الذي له علاقة مباشرة مع البحر فقط بتنافق 5 كيلومتر مسألة إيجابية جدا. صيد تربية أحياء ثقافة وسياحة نقل لوجستيك طاقة صناعات إلى آخره إلى آخره كلها كلها فرص. لكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية. يجب أن ننتج أولا وقبل كل شيء يعني آخذين بعين الاعتبار الحاجية الاقتصادية والإمكانيات المتوفرة على الصعيد المحلي. إذا ما هي الأهداف طويلة المدى التي يمكن أن نركز عليها؟ أو يعني يقول بكل صراحة لنشوف الدول المتقدمة الآن هي الدول التي أولت عناية كبرى للمعرفة والتكوين والابتكار في رأس مال البشري. يعني يجب لا على النظام التعليمي في على مستوى الإعداديات والثانويات والمدارس ولا على مراكز التكوين المهني ولا على مراكز ولا على مستوى التعليم العالي أن تولي أمر يعني عناية أكبر بهذا بحث وتكوين ومعرفة لها علاقة مباشرة مع البحر. خلينا نتصرفوا مع البحر، نتصرفوا مع الساحل، أن نعرفوا الخبائث هذه المجال مهم جدا. ثم أنتم يعني إعطاء مكان رئيسي للحفاظ على الأنظمة البيئية في جميع المناطق المعنية بهذا الأمر. ثم تعزيز الحكام الترابي للمجال البحري، وهذا يخص أساسا الفاعل السياسي المحلي. الفاعل السياسي المحلي يجب أن يعي دوره كما ينبغي. الفاعل السياسي المحلي عليه ينبني هذا المشروع أن تكون له رؤية، يعرفش ما يكون هذا المجال، لأنه هو الله المجال اللي قد يكون مدبا للخيرات ولكل ما هو إيجابي، كما أنه قد يكون يعني سببا مباشرا لكل المشاكل التي قد تعاني منها المدينة أو مثلا قد تعاني منها يعني الجماعة. حتى لا أطيل عليكم